شام الهوى عالبال ياسمين شو غالي بين خدة والخال متخبي موالي مزروعة بدمي هما صفي همي مهما قسي المشوار رح ترجع لأمي ورد بينسى عطر ورد بيحضن غصن غافي لولا الدفا تعب وبرد دافي الحضن دافي جرحي ملح من البعد مش عالجمر حافي ورد بينسى عطر ورد بيحضن غصن غافي لولا الدفا تعب وبرد دافي الحضن دافي جرحي ملح من البعد مش عالجمر حافي لرقصات النانرج صدق اللي وزنه دهب والشهامة عنا فرجي قلبك خلي عالجار صدرك وسع مرجي مهما قسي المشوار رح ترجع الهمي عالحزن والفرحة سوا وشو كترة اللمي والجار يهدينا هوا نتقاسم اللقمي صمتك يا وجع انطوى وصوت الضحك رحمي عالحزن والفرحة سوا شو كترة اللمي والجار يهدينا هوا نتقاسم اللقمي صمتك يا وجع انطوى وصوت الضحك رحمي أصبحنا وأصبح الملك لله يا أم رضا يا أم رضا في يا أم رضا الله يرضى عليك في يا أم رضا على أمشي لا تقلي قدام الفجر طلعت الشمس كل يوم نفس السيرة نفس السيرة لا قدام الفجر ولا طلعت الشمس في إيه هيك راكزة يا أم رضا شو بنا كم مرة بدي لك وحدي الله يا أم رضا لا إله إلا الله محمد رسول الله كم مرة بدي لك في العجلة الندامة والتأني السلامة العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن يا أم رضا بعرف يا أبو رضا بس بتعرف من عجقة الشغل بخاف وبضل آكل هم العالم إني سلمون الشغل على الوقت كم مرة بدي لك يا أم رضا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن يا أم رضا يعني الواحد بفيه هيك مبتسم وبيقول اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا وارحمنا واجعل هذا اليوم مباركا لنا بطاعتك ولا تجعله شؤما علينا بمعصيتك آمين بس يا أبو رضا مو أنت بتقلي إنه الواحد كل يوم بيتعلم شي جديد إيه مزبوط بس شو دخل هاي بهاي يعني أنا قصدي من زرقة الشغل وضغطه بضل بنسى معناتها عليك رضا خلص تقبرني ما بقى عيده لا بس القصة مو هون بس ينسى الواحد يا أم رضا وبيسى معناتها كبر بالعمر يو لا ما كبرت خلص ما بقى عيده
خلص ما كبرتي ولساكي مثل القمر. مسامحة. شاطر يا انتك يا رضا. رضا انا بورجيك يا خمخوم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اصبحنا واصبح الملك لله. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب. امين تقبلني. الله يتقبل. تسلمي. خلينا نلحق نصلي الفجر. حاضر. ايه على راسي يا امي. الله يرضى عليك يا امي. تفضل. رضا 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 قوم حتروح لك صلاة الصبح. رضا رضا قوم هلا، ابوك بيفضحني وبيفضحك. الله رضا لك شو جاعور لك اخي. رضا لك رضا الله يعينها اللي بدها تاخذك. ايه والله الله يعينها لك والله يحمل معها. ايه والله بيتقطع قلبي عليك كل ما فيقك كل يوم هيك، بس سبحان اللي خلقك بتحبه لهز البدن مو بايدك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ربنا لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا همّا إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. تقبرني شو بحب دعاك من الصبح. تسلم يا أم رضا. يا رب يرحم والدي. خلينا نصلي صلاة الصبح. ليش أم رضا؟ لأنه بصراحة اليوم وعدي سميحة خانو نسلمها كل التفصيلات. الله يرضى عليك يا أم رضا، دائما العجلة من الشيطان والتأني من الرحمة، فكوني متأنية يا أم رضا. الله يرضى عليك. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلص تكرم عيني، خلينا نتوضى. يلا تقدر. يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد. لك يخرب بيتك، حدا يفيق أخوه هيك، لك حدا يفيق أخوه هيك، لك أنا مضغوط مضغوط حسوا فيني، يا بحس فيني، يا بحس يا بحس فيني، لك حدا يفيق اخوك ولك سكر، لك انا مضغوط، لك انكشيني، انكشيني نومي خفيف، لك انكشيني لك شفي، ضروري تفيقيني بالمي، يخرب بيتك، يخرب بيتك. هدي اعصابك، والله العظيم الي 10 ساعات عم بنكش فيك، والله العظيم مو بس نكش، لك رح اضربك شوي تاني. لك انت خليتي لا تكايديني، خليتي لا تكايديني بهالبيت، انا بورجيكي. يا بي يا مو. والله العظيم يا رضا وحيات الله اللي ساعه عم بنكش فيك. لا تزعلي ابو. حسبي الله ونعم الوكيل على هالولاد شو بتناقروا. ام رضا الله يرضى عليك، قبل ما نصلي الصبح بتروحي بتفهميهن وعلى لساني انه اذا ما بطلوا مناقره رح اجي ملس عدنيهن اثنين سوا. لا يرحم والديك، روح انت لانه بيخافوا منك اكثر مني. هلا كل ما بدي اقول لك شغله بتردي علي بنفس النغمه يا ام رضا، بيات وصباح شو ها. طيب شو روحي انت. تقبرني انت، كل ما بيتناقروا بروح بحاكيهم وما بستفيد شيء. ايه مو تكرم عيونك يا ام رضا، مو من عيني هي قبل هي، الله لا يحرم منك. ما رح زفك بنوب، رايح لعندهم انا. الله يخلي لي اياك لا يحرمني منك. والله الامر صدق يا رقدنك، والله حدا هيك بفيق اخوه. ليش عم تنود ايدك على اختك يا رضا؟ لك عم بصير تفيري بابريق مي يا ابي. سكر؟ ايمت بدك تبطلي فصولك هالمعتبة؟ بزمتي وديني يا ابي، حاولت فيقه كثير ما كان يفيق معي، والله من خوفي عليه تروح عليه صلاة الفجر يا ابي. بتقومي بتصحيه بابريق مي؟ يعني بدل ما تكحليها بتعميها يا سكر؟ فكري حالك عاملة معروف يا ابي، بتفيقني هيك؟ بالمي يا ابي. اسمع انت وياها. هلا رح مشي لكم اياها، بس إذا بتتموا عم تتناقروا هيك كل يوم رح يكون لي تصرف تاني معكم.
فهمتوا؟ امرك يا ابي امرك، منت علينا. امرك يا ابي. يلا لكان خلصونا، قوموا توضوا قبل ما تروح عليكم صلاة الفجر. يلا بتمون يا ابي. تفضل يا ابي ام فينا. لا يا ابي اعوذ بالله، لا يمتلع الحاجة. قول يا رب. يلا ربا يلا يلا، صلي فينا. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. قول يا رب يا ابي محمد. يلا يا رب. ما بعرف انا. اي حاضر يا ام رضا. يلا البقرة يا ابي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود والحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استووا. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا مال الشام يلا يا مال، طال المطال يا حلوة تعال. يا مال الشام يلا يا مالي، طال المطار يا حلوة تعالي. لو المطار طال وطول لا بيتغير ولا يتحول، نشتاق لك يا نور عيوني. نشتاق لك يا مال الشام يلا يا مال، طال المطار يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي. زينب انت هيك كل مرة عم تقولي من طلوع الشمس. تقولي انا عم صبح على الوردة وعلى الزريعات وعليكي وعلى المياه. عم جد عم تحكي؟ والله. إذا هيك يا صباح الخيرة. تقبريني شو عم تعملي؟ عم تسقي زريعة؟ أنت شو شايفة؟ بلا عم تسقي زريعة. مثل حالي، خطي أحسن ما يضل، وبالمرة مشان الست سميحة ترضى عني وعن شغلي. إيه بس كان لازم تعلي صوتك وتكمليها. شلون يعني؟ يعني يا مال الشام يلا يا مالي، يعني هيك مشان يفيقوا حلهم. لك حلهم ولا ما حلهم، أنا علي من شغلي. مزبوط. ذكرتيني على سيرة الشغل، لازم جهز كسر الصفرة. اي ما بدك يعني عاوني؟ لا تقبشيني، ما بدي غلبة. لا اي والله بدي عاوني. شو يعني؟ لازمينا ست سميحة ما بينهان عليها. سيدي ابو ظافر في اصواتنا وبتصوت. هلا نحن عم نعلي صواتنا؟ مو احنا بدي. هلا انا عم علي صوتي. تعالي شوف قد المزاح. لك شو هالاصوات اللي طالعة برا؟ هي انا مرت عمي عم صبح عليكي. زينب يسعد هالصباح. بدك شي تقبريني؟ لا بس عادية جنبك؟ ايه ليك جنبي. شو عم بتساوي؟ عم تسقي الزريعات. ايه قليلة تحضر كسر الصفرة لأنه صحي عمك أبو زافر. يلا ايه من عيوني. عجبك هي؟ منيح ما انبحتت علينا، كانت تزعجنا صباحنا. ما حكيت شي بلوك. ما حكيت شي بلوك لأنه سمعت صوتي. سمعت صوتي أنا لكانت عملت عملت. هلأ شو؟ مشان كسر الزفرة.
تعي معي ركض على بيت الموني. ياسمين الشام على خدي وحلاوة العسل من شهدي. يبرني الصوت. اسم الله قمر يا ما شاء الله عليك يا قمر يا قمرنا يا منور من قدي قدك مياس مياس قدي قدك مياس يا سمر ما يسعدني صباحي. وصباحك يا أبي. حاجة يا حاجة الله يرضى عليك حاجة ما خليت ياسمينة بالشجرة شوي هذي 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 والله الياسمينة حلوة على أمها بس كمان حلو منظر على السفرة يا أبي. لك أنت ياسمينة تولدتنا يا أبي عدي عدي عناية عدي الله يرضى عليك يا أبي. يا عيني يا عيني لك شو صار معك بشوكات شو عم تطفي أشهي. يلا ليكني شحني شحني ايش اعمل انا اقوى من النار يا ابو شوكات طول بالك علي. يلا يا معينايا تعال يلا لك شو ها لك شو عامله انت شو عامله ها لك شو عامله لك انا كم مره قلت لي بحب البيت مسلوق ما بحبه مقلي. ايه وليش عم تعيط من على بكره الصبح؟ انا عم عيط. ايه انت عم تعيط ايش شو عامله يعني؟ قلت لحالي من غير ايه والله ما قلبنا من البيض المسلوق. ايه والله يا ابي ما قلبنا. ما اختلفنا لك أبي والله ما اختلفنا بس أنا زلمة تعيب بدور على أدام إجري من الصبح للمساء بالحارات لازمني كلس. هيك قال لي أبو راشد العجوز رحمة الله عليه لازمني كلس أنا والبيت المسلوق كله كلس. ليش شو عاملة أنا شو عاملة ليش هذا بيض ولا مو بيض؟ شو ضحكاني عليك أنا عاملت لك مفركة باذنجان وعم قل لك بيض وهذا فيه كلس؟ ما عم تفهمي علي مشوكات ما عم تفهمي علي بدي كلس أنا بطلت أكل طالت أبليتي. أي عود 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 كمل فطورك. لا وليدي خبز إن شاء الله لحق لأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد في كرز في كرز. يا سلام يا سلام شو هاد كله كلس البيت كله كلس. كول تقبرني كول غسيلي بدنك. ايه عم بار الله يرحمك يا ابو راشد مشان هيك انا بحب اللي بتبع النصيحه قال لي بدك كلس فعلا انا كنت غلطان والله هذا البيت حاسه كله كلس. لك نيو اسمه بيت. هو دايما ايدي ابن عمي كمان سلم الزيادة حق. هاي المعود جاهز واللبن جاهزة والمكبوس جاهز وهلأ أحلى زيتون أسود لبيت أبو ظافر. يعني ضروري سيدي أبو ظافر يأكل كل يوم كل يوم بصل؟ لا تنسي تحطي نعناع أخضر حاكم عمي أبو ظافر بيحب يحط نعناع أخضر بالشاي بعد كسر السفرة. إيه ماي نسياني. إيه وبحب يكون الشاي خميرها كمان ماي نسياني. ليكي فريزة اليوم بدها تروح مع مرت عمي عند أم رضا مشان تفصيلات فستان العرس. قال شو؟ قال العريس طاير أعلو فيها. ويا حزنك شلون عرفت؟ هاد يا ستي يوم كتب الكتاب لمحها وهو رايح من أرض الديار قالوا صار يدبلها بعيونه. إيه تتهنى إن شاء الله. إن شاء الله. لك تقبريني حاجة تقطعي بصل والله ما حياكلهم كلهم. إيه والله شردت ما انتبهت. يا خلص تقبريني بشو شردتي؟ ما رح لك. Thank you.
الخير يا عمو. يا صباح الخير يا يامو. بيقلبي حلو شو احلى. صباح الخير يا مو. صباح الخير يا مو. ايدك تقبر قلبي. الله يرضى عليك يا زافر. الله يخلينا لك يا رب. يا حبيب قلبي. يلا حبيباتي جهزوا حالكم مش عكسر السفرة. يلا ايه مجهز حالنا. ليش حتى ما نجهز حالنا؟ مو لعيونك يا مو. دخيل قلبك. انا يسلم لي هالوش. الله يسلمك يا رب. يلا حبيباتي يلا. سعدية. يا سعدية. ايه مرت عمي. نحن هون ببيت المونة. زينب قليلة سعدية تحضر السفرة يلا بسرعة. ايه على عيني. يلا تقبريني ما ضل غير عمي ابو زافر. يفي يلا يلا. الله يخلي لك يا رب. تعرفي شو يا زينب عن جد كتر خيره انه عمك ابو زافر حواكي ورباكي ببيته واعتبرك مثل بنته. ايه والله بيعتبرني مثل فريسة بنته الثانية. بس شو بدك بالحكي؟ عمي ابو زافر له هيبه وجاهه وبالسوق ما في مثله. اي والله. يلا تقبريني يلا شغلي الببور مشان ابدي الشاي. ايه ايه يلا. شو عم يصير؟ الحمد لله. ألف الحمد لله. إن شاء الله صحة وهنا. إن شاء الله مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يأسس يبني تقبرني. شو بلاقيك نفدت بصحن البيض كله هذا كل هاد وما بتحب البيض المقلي. هاي شلون لو كنت بتحبه يا بعدي كنت قرقبت الصحن تحت سنانه. نعمي مشوكة نعمي. أنا ما أنا شي الله يخلي لي إياكي يعني. بس كل واحد فينا يعني بيحب أكلي أكثر من أكلي. الحمد لله نعم يلا لا يزولها. بس يعني بيت حقيقة أنا كنت غلطان لأنه كله كنز كله كنز. على كل حال لا تعملي من نقصة خلص انتهينا يعني ممكن نشتغل. الحمد لله ألف الحمد لله. يلا أنا رايح على شغلي. الله معك تقبرني. الله يرزقك. يلا عناية تقبريني. لا قومي كملي تنظيف البيت عبيت ما انا ضبط الصفرة. حاضر يا عم. تعي يا بتاعي تعي ساعدينا ويرضى عليكي. مش الحق مش الحق. الله يفرحني فيكي يا حق. خلي لي اياك يا ابي. وصونا. الله ما تحية يا ابي. شوفي يا ابي بدنا مقشة جديدة لأنه المقشة اللي عنا خلص عمرها. شو خلص عمرها؟ لك أبي شو قصتكم؟ المقشة ما عم تقعد بين إيديكم يومين ثلاثة عم تنتزع. لك يا ريت بيع مقشات على قد ما بتهروا مقشات. أودعناكم. الله معك يا أبي. يلا سلمي أشهد أشهد. تعي عالفي تعي عالفي بدي شوفك لحظة تسمح شوي. تعي عالفي تعي عالفي بدي شوفك لحظة تسمح شوي. البيضة قالي أنا عيوني كبار فرحاني من الله شعراتي أطوار. روحي يا سمرة يا شعرك شعر غبار فوتي عالحمام ما بينبلد مي. تعي عالفي تعي عالفي. يو لو كان ابوكي موجود ما كان هان عليه ابنه. يو ليش يا عمو؟ لانك اكلتي قبل ما تسمي. يبعث لي حمى شو صايره عم بنتها يا عمو.
يا مو خلينا نلحق نكسر السفرة كرمال نكمل تفصيلات خالتي سميحة، أحسن ما تفتح باجوها علينا. يا مو الله يرضى عليك، الملاف السعد، أنت من وين بتجيبي هذا الحكي؟ أمرك يا مو أمرك. يلا لا تمد إيدك أمي، الله يرضى عليك. ليش يا مو؟ شو ليش يا مو؟ لسه أبوك ما إجا، الله يرضى عليك. ناديله أمي، والله جعنا. يو شو صار لكم أنت وياه؟ ليك يا زينب ما فتحت تمها بولا حرف يا أمي. لك متنا من جوعنا يا مو، متنا من جوعنا. زعفر لا تعمل لي مشكلة مع أبوك من الصبحيات، الله يرضى عليك ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها إجا أبوك. هاتي العصفة الرقبة. صباح خير تقبرني. صباح النور يا عيني، كله أمور تمام؟ إيه الحمد لله ابن عمي. فطروا الأولاد؟ لا أيوه، شو يفطروا ناطرينك تقبرني. إيه خير خير. صباح خير. صباح النور يا أبي. خير يا أبي. عدو يا أبي عدو. شو ليش ما عم تفطروا فطروا؟ يلا يا أبي نبلش يعني؟ إيه يلا بسم الله. كيفي يا مو؟ كيفك زينة؟ الحمد لله عمي. شو قلتي؟ ما قلت شي. الله يسامحك يا زينة. لك صرنا حاكين 100 مرة هالكلمة ما بدي اسمعها، بتقولي لي يا أبي مفهوم؟ عمي ما بدي اسمعها. فهمنا فهمنا ابن عمي، ما بقى تعيدها، مو هيك زينة؟ تأمر يا أبي. يا يا عيني عليكي، والله يرحم أبوك وأمك. آمين. يطول بعمرك والله يخليك فوق راسي. سميحة لك شباك كلو يا بي كلو. يلا بسم الله. بينا شوي دخيل عيني. تفضلي سكر. يسلموا يسلموا يا مرضى. إلهي ما نعرف هدي إياه، إلهي هيك خلي لي إياكي على هالترتيب وعلى الفطور كل يوم اللي بيفتح النفس. وصلنا صحة وهنا. على قلبك يا مرضى. يا أولاد يا أولاد يا سكر يا رضا. يا بي إلا حاشك هيدي خلق فايق مضغوط، لا تخلوني غط راسي بصحن الفول عند الصبح. لا فايق مضغوط يا بي، كتير مضغوط يا بي. بتعرفوا ليش بدي غط راسه بصحن الفول؟ مشان ما نعمل ناكل منه، بده ياكله هو كله الصحن، مو هيك يا بي؟ منت علينا منت علينا أبو رضا. منت علينا أبو ريحان، تفضل. سموا بالله يا اولاد سموا بالله. بسم الله. ليك شلون معسلي الخبزه يا بي؟ يا بي امرضا معيتك احكي لك كلمه. خلصنا يا مو انت واخوك، شو صار لكم؟ تتخانقوا مثل اولاد صغار. شي خلص يا مو ما بقى عندها. اللهم صلي على النبي. حلوه الشهي يا امرضا، حلوه طالعه منك كثير حلوه. تقبضني الله يخلي لي اياها. سميته يا بي؟ سمينا يا بي. بدهم ليمون يا مرفوله؟ لا ما بدهم ليمون. ايه امري امك ما بتنقص شيء، بتعملوا كله على حذافيره. منت علينا يا بي منت علينا. طيبين قبل ما ذوقن يا مو. توبريني صحة وهنا. مين عامل الشاي؟ سكر. برافو عليك يا سكر. عم بقول لحالي ليش مو طيبين. طيبين كتير. يا مايل الغصن عيني سمرة سابتينا يحرقيني بالهوى يا ما شعبل فيها يا ما يلا الغصن عين سمرة سابتينا يحرق جيلي بالهوى يا ما شعبل فيها سموك وما انصفوا عيني سموك يا ريق القاس أصيلي بين البشر مشكولي فوق الرأس. لك إن شاء الله ريته ما يعدم تقبريني، الله يعطيكي العافية. خلي لي اياكي يا عمو. بتعرفي يا عناية مالي مصدقة امتى الله هيك يبعث لك هالعريس اللي يسر قلبك وخاطرك وافرح فيكي وتعبي لي ارض الديار هي كلياتها اولاد.
وقول لهم بس يا ستي عدوا قبروني حاجة يا ستي بدنا نعرف نشتغل. بزمتي بديني هذا يوم المنى بوجودك يا مو. مريني هاي البيت صار كله جاهز، بدك اعمل شي تاني كمان؟ ها صفي علينا اصعب شي. خير يا مو؟ صفي علينا بدنا نعرف شو بدنا نطبخ أكلة لأبوكي، لأنه مثل ما بتعرفي بلا ما يجي هلأ ويعملنا الموشحات اليومية ويعملنا شي طرنة على شو طابخة وشو عاملة، وهي الأكلة ما بحبها وهي الأكلة بحبها وبتعرفي الباقي. أمرك يا مو على عيني. يا على قطاطة صوتها شو حلو. ولك لمين بدها تكون طالعة غير لأمها؟ تقبرني إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك إلهي ما يحرمنا هديات يا أم رضا، ويفرحك فيهم بجاه الحبيب محمد وتشوفي أولاد أولاده. آمين يا حق. والله يبعث لي سكر واحد مثلك خنطق منظر. بس كثير منيح يا أم رضا. يلا يلا هات لك يلا. لا 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 يلا 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 ما بيصير ما بيصير لك كلنا بدنا نساعد بعض. الله يرضى عليك. على راسي يا رضا. يلا يا رضا يا سكر يا بي يا بي. يلا يا عمو سكر فوري يا بي تمر يا رضا. الله يرضى عليك جيب اليوم تمر وصبت عشان ترمي صفينا. تمر يا بي تمر يا رضا. يلا يا بي تمر. يلا يلا يا بي تعال كنس شوي تعال كنس شوي. انا بكنس يا بي. ايه انا بكنس يا بي ما شفتي عم كنس على اما. يلا يا بي يلا 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 يا سكر يا بنتي بسرعه يا رضا. الله يرضى عليكم. يلا يلا يا سكر يلا بلا منقرة يا تبخوكي هلا بسرعة شوي بسرعة شوي يا سكر بتضل تكايدني يا بي يا بي بسرعة سكر يا بي رضا مول يا بي أنا فايت أضبط هندامي شوي يلا يمكن ارتاح للطلاب أوام يلا أمرك يا بي أمرك اهلين بالشباب اهلين زكريا اهلين ابو سعود اهلين منير افندي داعي له فيكم جاي الشيخ قيام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يرضى عليكم 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 الله يرضى عليك يا زكريا تفضل خير يا منير سلم عليك الورد بيقول لك هاي الخميسية بيقول لك أصفين على التأخير الله يرضى عليك وعلى الوالد يلا تفضل هلا بيحكي لكم شغلة قبل الدرس إنه هي بوسة الإيد هاي الواحد لازم يبوس إيد أبوه وإيد أمه ليش؟ لأنه احتراما لهم هن اللي ربوه وهن اللي عم يصرفوا عليه صحيح والحكي بالله صحيح إيه وبعدين بدنا نحكي على العلم وقت تبوس ايد الشيخ تبعك اللي عم يعلمك هذا كمان ضروري ليش؟ لانه سيدنا محمد بيقول من علمني حرفا كنت له عبدا اطلب العلم من المهد الى اللحد يعني من وقت بيخلق البني ادم لوقت بيموت اطلب العلم ولو في الصين قديش الصين بعيده؟ بعيده كثير مو بعيده؟ ما حدا بيعرف وين الصين ليش؟ بعيده كثير فاطلب العلم ولو في الصين الله يرضى عليكم بشو بنبدا نحن كل يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم شاطرين ومجتهدين وحلوين